إذا فتحت أي مجالات سياحية في سول فإنك ستجد الكثير من القصص المتعلقة بمدينة ليجيان القديمة وطريق الشاي والهيسان القديم. مرحبا بكم في برنامج السياحة في سين. أنا أوس علان وأقف الآن في مركز مدينة ليجيان القديمة وسأنطلق معكم في هذه رحلة الخاصة إلى ليجيان. مدينة ليجيان القديمة هي واحدة من أشهر المقاصد السياحية في سين، وهي تتمتع بتاريخ عريق ومناظر طبيعية ساحرة، كما تلفت ثقافة تومبا السيرية وقومية ناسي وغيرها من تقاليد الأقليات أنظار عدد كبير من السياح في جميع أنحاء العالم إليها. تقع مقاطعة يونان في جنوب غرب سين، وتقع مدينة ليجيان في شمال غربي المقاطعة على بعد 500 كيلومتر من عاصمة المقاطعة مدينة كونمينغ. الجو معتدل واللطيف هنا خلال الفصول الأربعة، والاختلاف في درجات الحرارة ليس كبيرا، ففي أي وقت تزور فيه مدينة ليجيان يمكنك أن تتمتع بالمناظر الرائعة التي تحتويها. مدينة ليجيان القديمة في سفح جبل ييلون الثلجي، فتاريخها أريق ومعالمها بسيطة وطبيعية، وهي مدينة تتميز بمزيج من مشاهد القرية المائية وملامح المدينة الجبلية الساهرة. أدرجت المدينة إلى قائمة التراث الثقافي العالمي في ديسمبر عام 1997، ومن الأفضل أن تختار مدينة ليجيان القديمة كأول موقع سياحي تزوره مثلما فعلت أنا عندما وصلت إلى مقاطعة يونان. إنها تتمتع بملامح جذابة وتقاليد قومية ناسي الفريدة. يمكنك أن تنفق 20 أو 30 ريال على هذه القصاصة مع الجرس، وعلى هذه القصاصة يمكنك كتابة الأمنية، لذلك يسمونها قصاصة الأمنية، وهناك كثير من القصاصات لأقرأ بعض منها. هذه أنا أريد الحب الحقيقي، وهذا أتمنى لأبوي صحة جيدة، وهناك كثير من القصاصات أيضا. هذه قصاصتي، أتمنى لكم أن تحبوا السياحة في سين. الآن سأعلقها ليراها جميع الناس. تعتبر ثقافة دومبا محورا للثقافة قومية ناسي، أما جرس بونون فهو أحد النماذج الثقافية لدومبا، ويفضل العديد من السياح أن يمروا به ويلمسوه، فقد أصبح جرس بونون أحد المشاهد الساهرة التي تتمتع بها مدينة ليجيان القديمة. مدينة ليجيان القديمة هي الوحيدة من بين المدن التاريخية الثقافية الصينية التي لا تمتلك سورا لها، وهناك أسباب معروفة لدى الجميع في ليجيان. هل تريد أن تعرف الجواب أنت أيضا؟ إذا تعال معي إلى موفو. قيل لي إنه لزرت مدينة ليجيان القديمة بدون مرور على موفو، فهذا يعتبر كأنني لم أزر ليجيان أصلا. وقبل أكثر من 500 سنة كانت موفو تعتبر المدينة المحرمة لقومية ناسي. تعالوا لنكتشف معا عجائب المدينة المحرمة في جنوب الصين.
كانت موفو مكانا يعمل فيه الموظفون الحكوميون، وقيل إن اسم الحاكم المحلي آنذاك هو مو. فلو قام ببناء سور في مدينة ليجيان لتحول الحرف الصيني مو إلى كون، والذي يحمل معنى غير مبارك. وتمثل موفو فنا معماريا عظيما وخصائص فنية فريدة بالصين في عهد أسرة مين الملكية، فهي مزيج من أنماط فنية مختلفة من قوميتين ناسي وطاي وغيرهما. وفي الوقت ذاته تعتبر موفو حديقة جميلة تتجمع فيها أشجار قديمة وأزهار نادرة وأعشاب غريبة، مما يظهر بشكل مستفيد روح الانفتاح المتميزة والقدرة على استيعاب الثقافات المتنوعة. كما تجذب موفو باعتبارها القصر الامبراطوري المصغر العديد من سياح المحليين والأجانب على حد سواء. موفو أعلى المكان في مدينة ليجيان القديمة، والمناظر هنا رائعة جدا، يمكنك أن ترى المدينة كلها. تجول طويل في موفو، تعالوا لنجلس في مدينة ليجيان الجميلة ونتمتع بالنسيم المعيش. فهنا لن تجد الضوضاء أبدا، إنها مدينة مريحة هادئة منسجمة. نساء قومية ناسي يحتشدن ويرقصن بكل سعادة عند منتصف النهار في ميدان سيفانزي، حيث يجذب رقصهن الممتع وملابسهن التقليدية العديد من السياح بما فيهم أنا. تشتهر نساء قومية ناسي بأنهن مجيدات ومقتصدات وطيبات القلب، كما أنه يمكنك التعرف عليهن من بين الحشود الكبيرة بسهولة، لأن ملابسهن فريدة جدا. إن اللون الأزرق والأبيض هما من أكثر الألوان التي تلاقي رواجا بالنسبة لسكان قومية ناسي، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها عملية تصنيع الملابس الخاصة بقومية ناسي. تتم جميع مراحل العمل بالأيدي، إنها إجراءات معقدة، ولكن الملابس تخرج في النهاية جميلة وجذابة. إنه عمل فني، قالت لي هذه عمة إن هذه حلقات سبع ترمز إلى النجوم في السماء، كما هي ترمز إلى جمال نساء ناسي واجتهادهن. لا يستغرق السياح الزائرون لليجيان في تأمل جمال المدينة القديمة فحسب، بل في ثقافة دومبا الساهرة التي اتخذت الدين العريق لقومية ناسي كحامل لهذه الثقافة. وكتاب طلوب رئيسي لتوثيقها، حيث يعكس تاريخها الثقافي القومي الفريد. تحدثنا عن ثقافة دومبا، وتحدثنا عن حروف هذه اللغة، كما تحدثنا عن الحلي لديهم، ولكن اليوم هي لأول مرة لأرى كيف تكتب هذه الحروف، وأعتقد أنها تشبه الهيروغليفية. اسمحوا لي أن أترجمها لكم. مرحبا بكم في ليجيان.
تعتبر كتابة دومبا التي تجمع أكثر من 1400 حرف هي الوحيدة من بين الكتابات الهيروغليفية الحية في العالم والمحفوظة بشكل كامل، مما يظهر المزايا الخاصة للثقافة دومبا. يمكنك أن تزور مدينة ليجيان القديمة في النهار، والجدير بذكر أنها أصبحت أجمل في المساء. هناك الكثير من المقاهي السياحية، فيمكنك أن تجلس هنا وتتمتع بالمشاهد الليلية الجذابة في هذه المدينة. يمكنك أن تستمتع بثقافة الناس الخاصة في ليجيان، وبالإضافة إلى ذلك ستجد كثير من العناصر الحديثة في هذه المدينة القديمة مثل هذا المقهى. وإذا أردت أن تتعرف على الموسيقى التقليدية لقومية الناس فتعال معي. موسيقى ناسي القديمة تسمى الموسيقى الصينية الإحفورية الحية، وهي تعتبر من أقدم الموسيقات في العالم. وهناك كنوز تسري هذه الموسيقى، أولها هو الألحان القديمة التي تتمتع بها، وثاني هو الآلات الموسيقية القديمة التي استخدموها، أما الثالث والأهم فهو الفنانون القدامى الذين رأوا هذه الموسيقى رعاية تامة. هناك حفلة ليلية تترام فيها النار حول المخيم في ميدان سيفانتي بمدينة ليجيان القديمة، حيث يبلغ تأثر السياح بالحماس الشديد للسكان الأصليين حدا بعيدا، ويشاركونهم في حفلاتهم الممتعة، وأنا واحدة منهم بالطبع. مدينة ليجيان من أفضل المناطق حماية للطبيعة في الصين. تقع بحيرة لاشيهاي غرب مدينة ليجيان بحدود 10 كيلومترات، ويبلغ ارتفاع لاشيهاي 2437 مترا فوق سطح البحر، وتعتبر أول محمية رطبة. تعيش هنا طيور عابرة سافرت من شمال الصين. يبلغ عدد أنواع الطيور في لاشيهاي 57 نوعا، ويبلغ مجموع الطيور العابرة إلى أكثر من 30 ألفا في كل شتاء. مياه البحيرة، الطيور العابر، القصب الكثيف، كل هذا يشكل صورة جميلة لهذه الأرض الرطبة. إذا ركبت السفينة فيمكنك التستمتع بجمال وهدوء هذه البحيرة من قرب.
سمعت أن الشتاء هو أجمل فصل لزيارة بحيرة لاشيحاي. انظر المناظر هنا جميلة جدا. إذا كنت محظوظا ربما ستشاهد طيورا عابرة سافرت من شمال الصين إلى هنا. على جانب بحيرة لاشيحاي يوجد طريق قديم مشهور يسمى طريق الشاي والحصان القديم. وأفضل طريقة للاستمتاع بهذا الطريق القديم هو ركوب الحصان. شوفوا، 可以骑着马上长马古道吗？ 可以啊。那这骑马上长马古道多少钱啊？ 那个有那个长线也短线是吧？你要选择线路的是吧？价格不一样。哎，价格不一样。那上那个山包吧上面能看到整个拉什海那个是多少钱？对，那个是二百八。二百八。哎。哦，那个要多长时间啊？骑上去？大概要一个小时多，接近两个小时。就往返是光上去啊？那个往返。往返啊。哎，好。 好了，师傅，走吧。 كمصيره طريق الحرير العريق، يعتبر طريق الشاي والحصان القديم قناة هامة تصل حضارات الداخل بالخارج. فقد قامت القوافل التجارية بسلوك هذا طريق الوعير الذي يمتد من تبت ومقاطعة سيشوان إلى منطقة جنوب آسيا، ويبلغ طوله إلى أكثر من 4000 كيلومتر. في ليجيان على جانب لاشيحاي يمكنك أن تركب الحصان مثلي لاستمتاع بطريق الشاي والحصان القديم. والآن يوجد على طريق الشاي والحصان هذا الكثير من الألعاب الترفيهية الخاصة للسياح. يمكنك أن تركب الحصان إلى قمة الجبل للاستمتاع بجمال بحيرة لاشيحاي وجبل يولون الثلجي. وإذا سنحت لك الفرصة وأتيت لزيارة مدينة ليجيان فلا تنسى بحيرة لاشيحاي. تتكون مدينة ليجيان من ثلاث مدن، ألا وهي مدينة ليجيان ومدينة شوخو ومدينة بايشا القديمة. تقع مدينة شوخو القديمة في شمال غربي مدينة ليجيان القديمة على بعد 4 كيلومترات، وهي أقدم مكان كان سكان قومية ناسي قد تجمعوا فيه، كما أنها قرية هامة على طريق الشاي والحصان القديم. مساحة مدينة شوخ القديمة أصغر من مساحة ليجيان بكثير، وعدد السياح فيها ليس بكبير، فهي أكثر هدوءاً، حيث طريق الحجارة السوداء والمحلات التقليدية القديمة والشيوخ الذين يجلسون بجانب الأبواب، كل هذا يشكل صورة بسيطة وقديمة لهذه المدينة التاريخية. بعد وصولك إلى مدينة شوخ القديمة يمكنك أن تذهب إلى مركز المدينة مباشرة. إنه ميدان مربع مثل ميدان سيفانجي في مدينة ليجيان القديمة، لذلك يسمى ميدان سيفانجي بمدينة شوخ القديمة.
تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، تحيط بالميدان المحلات الكثيرة والخانات المميزة. تقع مدينة شوخ القديمة إلى جانب النهر وأسفل الجبل، يعبر نهران ليشكل قنوات خاصة بالمدينة، ولكل بناء هناك قناة خاصة به. بالنسبة لمجموعة الأقليات فإن الماء هام جدا، وتصميم القناة في مدينة شوخ القديمة يتمتع بخصوصية كبيرة، فتسلم المياه إلى هنا عبر ثلاثة الأقسام بمتير واحد يجري من الأعلى إلى الأسفل. فالأول هو للشرب والاستحمام، أما الثاني هو لتنظيف المواد الغذائية، أما الثالث فهو لغسل الأشياء. الماء هنا صافية جدا. في هذه المدينة الهادئة وجدت خانا مريحا. في مدينة شوخ القديمة اختيار خان كهذا اختيار جيد، تدفع 160 ين فقط. يمكنك أن تلاحظ وتتعلم من الحياة الأسهل هنا. في شوخ هناك الكثير من الفنادق والخانات. إذا أتيت إلى مدينة شوخ القديمة فأنا أقترح عليك أن تختار خانة مميزا بخصائص قومية نعسي من أجل الإقامة أو الاستراحة. وعلى الرغم من أنه غير حديث إلا أنه يمكنك أن تجد فيه كل ما تريد. هذه غرفتي، غرفة لطيفة، وهي غرفة تقليدية خاصة لقومية نانسي. سرير مريح، أنا أريد أستريح قليلا. هناك يوجد شباك لأرى ماذا في الخارج. في طريق إلى جبل يولون الثلجي سوف نمر بهضبة عشبية جميلة ألا وهي يونشانبيو. تقع يونشانبيو على بعد 15 كيلومترا من مدينة ليجيان القديمة، تصل مساحتها لحوالي كيلومتر مربع واحد، ويبلغ ارتفاعها 3140 مترا. إنها تشبه من بعيد سجادة خضراء في أسفل جبل يولون الثلجي. تجذبني المناظر الجميلة هذه، جبل ثلج والسماء الزرقاء والسحب البيضاء، أشعر كأنني في فردوس حقيقي. فعلا إن يونشانبيو هضبة عشبية في وسط جبل يولون الثلجي، يعتبر الربيع والصيف أفضل موسمين للاستمتاع بيونشانبيو. وتشتهر يونشانبيو بعشبها الكثيف والأخضر وأشجارها المحلية، حيث يتكون الطريق العابر إلى الهضبة العشبية من أوارد خشبية ويمتد إلى نهاية الغابة. لو أردت الوصول إلى قمة جبل يولون الثلجي فيمكنك أن تركب الترفريك، تستغرق هذه الرحلة 20 دقيقة فقط، ويمكنك أن تشاهد المناظر الساحرة لمونوبين ويونشانبيو خلال هذه الرحلة، وبشكل آمن ومريح أيضا.
أن تحبط بواسطة الفريق فلابد أن تمشي أكثر من 100 متر لتصل إلى القمة. وإذا كانت هي زيارتك الأولى لجبل ثلج إيلون فلا تنسى أن تلبس ملابس ثقيلة مثلي وتأخذ أكسجين الخاصة للهضبة لنشاهد جبل ثلج إيلون رويدا رويدا. يقع جبل إيلون الثلجي في شمال غرب مدينة ليجيان القديمة، وجبلا مقدسا بالنسبة لقومية ناسي، وهو رجل أسطوري باعتباره إله الجبل. يصل ارتفاع قمته إلى 5596 مترا فوق سطح البحر. يتكون من 13 جبلا تمتد في مجموعها الآن إلى 50 كيلومترا من شمال إلى الجنوب. يمكن للسياح الوصول إلى 4600 متر. تتوفر الكثير من النشاطات الترفيهية في هذا الجبل الثلجي أيضا، تجذب العديد من زوار من سن ومن كل أنحاء العالم. إن حماية جبل إيلون الثلجي الذي لا بديل عنه هدف مشترك لمواطني ليجيان وكل سائح. جبل ثلج إيلون الجميل ومدينة ليجيان القديمة والمريح وأهل قومية الناسي النشطاء، كل هذا ترك في نفسي انطباعا عميقا. إلى هنا تنتهي رحلتنا هذه، شكرا على حسن متابعتكم لبرنامج السياحة في سين، كانت معكم أوسعوان، إلى اللقاء.